يا اختي قولي الراي ديالك ديال الماء على هنا كي جاك شي الثمن كي هي زوين شي زوين الصراحه هادشي 14 الوحده شوفي شنو هي هذا اه 14 منها الزلافه منها هو انا رجع ضيفي سيسي كذا خاصو 5 لتر تاع الحليب وي على حتى تاع الحليب سيري سيري اختي رجعي المايضه اشوف بحال هذا اللي خدتها ما جات زوين اختي هذا زوين اختي كيحمقوني كانوا كيديروا 5 لير اختي 14 كانوا يديروا 5 لير ولا 14 هات الحبيبه شنو هذيك الصغيوه انت زويونه هذا اختي هذا اقتصادي يا ويلي هذاك مزيان هذا زوين هذاك اللي بديري فيه قارئه الفنجان هذا خصها كورونا باقا الدور شدي شحال من واحد شاد يا شوفي الوينات فيهم الوينات طبايس ثلاثه انت تاخذي لي مخوتك و غادي ديري الحابق محيبقات هادو زوينين بحال اللي عندي انا شي كل واحد وفي خبرك هادو واحد البلاصه انا خديت غير ب 50 ليره من الشوك واحد البلاصه نفسهم ب 250 ليره هذا بشويه بشويه خيتي اخ بشويه زوين انت مغرمه او غاليه هذا الشيء حرامي هذاك الملحه والزبده هي اللي غادا تعمري وتغلبي هذا ديالنا شنو هادشي ديال الزريعه ديال الكاوكاو الخلالش ديال الزريعه ديال الكاكاو فهمتي هذا زوين زوين الالوان كاينين يعني اللون اللي بغيتي كاين هذا شحال هذا بغيتي تناصي هذا قولي شحال 14 الوحده عندك عندك جمعي صافي زوين عندك اختي ما فينا ما يغرب واعر صراحه الزريعه اختي ديما حتى انا عجبوني في الحقيقه زوينين والله الا حتى هادشي اللي نقول لك هادي شويه الزريعه تكبيها هي اللي كبار تصدق غادي يجريو علينا ولا لا؟ اه شويه حوشه شوف هادو بنات غادي يجريو علينا هادو رايحين نيتا انا ريا نيتا حط هذا داير لا لا ديرو ما مغرفش 28 شويه هذا بحال قلتي غير كيحطوا فيه بحال هكا ماشي بحال هو سيري زيد نشوفوا ديك الطاسه فيه مرقه الروا كله مصري ماشي المرقه داكشي اللي قال كيديروا فداكشي ديال البوراك شوفي دابا شنو هي زوينه زوينه 13 وحده والله الا مخيره 13 ليره ولكن الجامع عمرة خاص كاع بشويه ياك بحال ديال الطين الطين بورسلان شنو ديال الخبز هادي ديال الحديده ديال الحديده ديال الخبز زوينه ديال البلاستيك من الداخل شوفي هذاك هذاك فنين واعري صراحه شوف حمقوني انا شحال دايرين هذا جاسك سينا ما عرفت اختي هادو زوين هادو الحق سول هادو اختي زوين لكن بون نار فيها تاني كدا فنجان دير فنجان بطابع كدا ما هادا الوقت تاخدي تي وراه زوين شحال اختي ما عرفتش ما دايرش فيا عندرونيك هاتي خد دير 25 ليره مكرونه طبق قال لك الطبق ديال المكرونيه اه صرا دير الطابله هذا الا تخبي الراجل الجلد ديال على الراس خبط له البنات بالنسبه لهذا المول يعني مول هو اللي كبير يعني مخلط ف
فيه تقريبا راه مارس شي 60 حتى 100 يعني مول اللي كاين فيه. مول راه كبير. دخلنا هنايا البنات ديال دي فاكتور كيف ما كتشوفوا جايبين فيها مونطوات وجايبين فيها حويجات ديال البرد، وكاين لي جاكيت ديال الكوير. مي الثمن غالي بزاف، واخا المهم الغد على الثمن الكاليتي زوينه. يعني دي فاكتور اللي مارك عالميه معروفه، يعني بحالها بحال السوايكيكي، يعني كتاخدي الحاجه كضرب ليك بزاف. غير هما الاخوان الثمن صراحه غلاو بزاف، ما كانش بحال هكا. كان هاد المونطو مثلا كتاخديه لا غلا غلا ديك 150 ليره، ماشي دابا داير 600 800 ليره، داكشي مضاعف بزاف. المهم نعطيكم تاخذوا واحد الفكره، يشوف السراول. هاد السراول البنات هما اللي خارجين جداد صراحه، من الفوق ديالهم دايرين لاستيك ما كيزيروكمش نهائيا، ومن تحت ديالهم ما مزيرينش. بالنسبه للاخوات اللي غلاد فهذا يجي معهم الفورمه ديالهم، يجيهم غزال صراحه كيلبسوا الغلاد والرقاق. بالنسبه لهنايا حويجات ديال الدراري الصغار، نداء اكيد عارفين فين ما تمشي ضروري خاصها تاخذ شي حاجه. اخا ما خديش ليها شي حاجه من هنايا، لان ديك النهار ما كنتش غادا على اساس اني باش نتقضى، ولكن مشيت واحد هادو زوينين صراحه ديال مقطنين ديال فوطه ليلى غزالي. هذا لان داك النهار تشوكياشا، لان داك النهار حنا كنا مشينا على اساس ان نشوفوا الزرابي اللي كانوا دايرين فيهم بروموسيون. من بعد ما سالينا مشينا ضربنا واحد الدوره في هذا المول، كلينا فيه انا والبنات صحباتي، ومن بعد دخلنا لي مول كنشوفوا هادشي ديال الحوايج. داكشي زوين صراحه، ولكن بزاف الثمن كيف ما قلت لكم. بحال كيعجبوني حتى هادو البنات ديال لي فوطا لي مونطو بحال هكايا صراحه. رطيت بين هذا الثمن ديال واقيلا شي 600 800 ليره البنات. المهم راه الكاميرا كتعاود توقف وتشوفوا، شوفوا اذا عجبتها هذه تموت على التخربيق، تموت على الكسيوات. كسيوه البنات دري ليها 400 ليره. ساتش مالك ليلى، ساتش مالك. سميه وخديجه راهم كيدوروا كيشوفوا تقدوا. خديجه عجبات التسريبين، سريبلات زوينين هادو بالنسبه للاخوات المحجبات، كيجيو هكا مهرهرين وكيجيو حتى انيقين في البيسه ديالهم. 249 ليره، يعني يقولوا 250 ليره. بالنسبه للحوايج البنات، يعني نصيحه مني ديما حوايج الصيف خدوم في نهايه فصل الشتاء، حوايج ديال البرد خدوم في نهايه فصل الصيف.